من ضمن المبادرات المهمة اللي تم إطلاقها الفترة اللي فاتت هي مبادرة العناية بصحة الأم والجنين. المبادرة دي بتستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم إلى الجنين، بالإضافة أيضا لتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان تحت شعار 100 مليون صحة. ولحد دلوقتي المبادرة دي قدرت أن هي تفحص 1,575,000 سيدة. خلينا نتعرف أكثر على هذه المبادرة. معنا على الهاتف دكتور فوزي فتحي، المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير أستاذ مصطفى، صباح الخير أستاذة منى، على حضرتك وأستاذة مشاهدي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. في البداية عايزين نتعرف، المبادرة دي بتستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بأمراض إيه بالظبط؟ إزاي نقدر نمنع أمراض تأتي من الأم إلى الجنين؟ احنا الحقيقه عندنا ثلاث امراض معديه بتاتي على راس الامراض التي من الممكن ان تنتقل من الام في حاله اصابتها للجنين، وهي الفيروس الالتهاب الكبدي بي، الفيروس نقص المناعه البشري اتش اي في، وبكتيريا المسببه المرض الزهري. الثلاث امراض دول الحقيقه في حاله اصابه السيده بيبقى في احتماليه عاليه لانتقال العدوى للطفل، لكن مع اتخاذ الاجراءات الوقائيه بنقدر نحمي الاطفال من انتقال العدوى، لان دلوقتي في طبعا عندنا اجراءات متقدمة جدا، تدخلات مهمة جدا نقدر نطبقها، والحمد لله بتبقى يعني ناجحة بنسبة تقترب من 100% في حماية الطفل من العدوى. طيب دكتور، الهدف من الكشف ده ايه؟ خفض وفيات اللي ممكن تكون بتحصل للأمهات، ولا الهدف منه أصلا الحفاظ على الصحة العامة سواء كان عن الأم أو الأجنة؟ احنا عندنا هدفين رئيسيين. الهدف الأول هو تجنب أو حماية الجيل الجديد من انتقال العدوى، أنا بقدر أحمي الجنين وبالتالي الجيل القادم من الإصابة. الهدف الثاني المهم هو الاكتشاف المبكر للسيدة نفسها، وبالتالي فعلا التدخلات العلاجية اللي بتتم مع السيدة بتحميها من مضاعفات هذه الأمراض، وبالتالي لما بتجنب المضاعفات فأنا بناء على كده بقدر أخفض احتمالية الوفاة الناتجة من هذا المرض. أكيد. إيه المدة يا فندم اللي بتشملها المبادرة دي علشان تتابع حالة المولود وحالة الأم أيضا؟ احنا عندنا حقيقه بالاضافه لان احنا بنعمل الفحوص اثناء الحمل للسيده وبنتخذ الاجراءات العلاجيه والوقائيه في حاله اصابتها باي مرض من هذه الامراض، لكن ايضا ما بعد الولاده بنستمر لمده 42 يوم بمتابعه السيده والمولود في هذه المرحله، لان هي بتبقى من اكثر المراحل الحساسه بالنسبه للام وبالنسبه طبعا للمولود، وبيبقى مهم جدا ان احنا نكتشف فيها اي شكل من اشكال الخطوره على الام او المولود في الوقت ده، والتدخل في الوقت المناسب بيجنبنا طبعا اي مضاعفات يعني تترتب على كده. احنا عارفين دكتور ان المبادره هدفها السيدات في مختلف الاماكن في مصر، لكن كثير من المترددات على المبادره بيكونوا من اهالينا الطيبين اللي يعني مش عارفه اقولها ازاي، بيتشأموا او بيتضايقوا لما بيسمعوا عن اخبار الموجه قد تكون سيئه يعني لا قدر الله لو التحليل ما كانتش مظبوطه. التعامل معاهم بيتم ازاي؟ بيبقى في نوع من انواع المتابعه بنقول لها تعالي واحنا ان شاء الله هناخد بالنا منك، ولا الست بتسمع الخبر اللي مش بيكون مناسب ليها فبتمتنع عن العلاج؟ احنا الحقيقه عندنا الفريق الطبي مؤهل جدا، وكان ضمن الاساسيات في تدريب وتاهيل الفريق الطبي هو كيفيه توصيل المعلومه او توصيل الخبر اللي هو يعني لا قدر الله قد يكون خبر مقلق للسيده ليها، فتم تاهيل الفريق الطبي من الاطباء والتمريض بشكل يعني قوي جدا على النقطه دي علشان يقدروا يوصلوا المعلومه للسيده في خصوصيه طبعا وفي سريه ومراعاه لاي يعني توتر او قلق محتمل للسيده، بيطمنوها تماما وبيفهموها ان الحمد لله بنقدر نقوم بالتدخلات، مفيش اي خطر ان شاء الله عليك ولا على المولود، مع شرط الالتزام بالاجراءات اللي هتتم يعني عند الاكتشاف، والحمد لله بنقدر ان احنا نؤهلها نفسيا لكده، بتبقى مطمئنه وعلى قد ما هي ممكن تكون يعني مش مبسوطه ان هي اكتشفت او يعني في نوع من الحزن انها اكتشفت انها مصابه بمرض، لا على قد ما بتكون سعيده جدا انها اكتشفت في الوقت المناسب اللي يحميها من اي مضاعفات وكمان هيحمي مولودها القادم بعد كده. صحيح. طيب دكتور، عايزين نعرف ازاي بيتم صرف المغذيات الدقيقه اللازمه لهذا الطفل؟ احنا عندنا طبعا المغذيات الدقيقه شقين، في شق خاص بالام نفسها ده بشكل عام، ده يعني مش مبني على اصابتها باحد الامراض المعديه او لا. عندنا في مغذيات دقيقه مهمه للسيده في فتره الحمل، بياتي على راسها طبعا راس الحديد وحمض الفوليك للوقايه من الانيميا او علاج الانيميا في حاله وجودها،
كذلك بعد الولاده مهم جدا ان السيده بتصرف لها جرعه من فيتامين الف، الحقيقه بيبقى مهم جدا للام وللطفل. الطفل طبعا ما بيقدرش ياخده بنفسه بعد الولاده، لكن لما الام تحصل عليه بتستفيد طبعا من الفوائد اللي بنديها لها، اللي بنديها الكبسوله فيتامين الف علشانها، وفي نفس الوقت بيتم افرازه في اللبن وبالتالي بيستفيد منه الطفل ايضا من خلال الرضاعه. المبادره مستمره مع الاطفال لغايه عمر 6 شهور، بعدها بيتحولوا بقى لمتابعه ايه؟ 6 اسابيع عفوا. الحقيقه ان عايز اقول لحضرتك ان كمان في خلال الفتره بتاعت 6 اسابيع دي، يعني خلال 42 يوم، في مبادرات رئاسيه اخرى بتهتم بالطفل فور ولادته. نعم. في فتره بالنسبه للطفل حديث الولاده مهم جدا، زي عندنا المبادره الرئاسيه للكشف المبكر عن فقدان او ضعف السمع، وكذلك المبادره الرئاسيه للكشف المبكر عن الامراض الوراثيه. يتم اجراء الفحوص والتحاليل الخاصه بهذه المشكلات الصحيه المحتمله للطفل حديث الولاده، وطبعا بالتالي اذا كانت المشكله موجوده اكتشاف المبكر ليها والتدخل بيبقى مهم جدا في هذه المرحله. بعد كده الطفل طبعا بيتم متابعته بانتظام في مراكز وحدات الرعايه الاوليه، تطعيماته، متابعه النمو والتطور للطفل من الولاده لحد 5 سنوات، بعد كده بيدخل المدرسه وبتستمر طبعا خدمات المتابعه المنتظمه من خلال التامين الصحي في المدارس. لما بيكبر ويبقى مقبل على الزواج بنعمل له رعايه لهذا الطفل او اللي هو بقى الشاب او الفتاه في فتره الاقبال. طيب على دكتور الزواج. دكتور في النهايه عايزين نطمن السيدات الحوامل من ناحيه التحاليل اللي بتتم في المبادره دي، هل بيكون في سريه تامه؟ الاختبار ده بيكون بجوده عامله ازاي؟ ايه الشروط اللي مفروض يعني تتوفر من قبل السيدات الحوامل للاقبال على الخدمات دي؟ عايزين نعرف كل الحاجات دي يا فندم. هو بالنسبه للسيده كل المطلوب منها تتوجه لاقرب مركز او وحده رعايه صحيه اوليه ليها، هتلاقي خدمات المبادره متاحه، هتقدر ان هي تستفيد بكل الخدمات، مش عايزين منها اكتر من كده. لو هي عندها صعوبه او مش عارفه اقرب مركز او وحده رعايه اوليه ليها، تقدر تتواصل مع الخط الساخن للمبادرات الرئاسيه 100 مليون صحه اللي هو 15-335. لما بتروح بقى الوحده او المركز بنطمنها تماما، الفحص نفسه والكواشف اللي بتستخدم للكشف عن الاصابه بالامراض من خلال التحاليل هي على يعني الحقيقه من افضل ويعني على اعلى المستويات العالميه واعلى جوده، يعني بنقدر نطمن السيدات تماما على جوده الكشف والفحص. اما موضوع السرقه الخصوصيه فده مضمون بنسبه 100%، عندنا نظام الكتروني وقاعده بيانات دقيقه جدا، يعني ما فيش فيها اي تجاوز. صحيح. شكرا لك يا فندم دكتور فوزي فتحي المدير التنفيذي للمبادره الرئاسيه للعنايه بصحه الام والجنين، شكرا جزيلا لحضرتك.